واستجابة لمطالب حضراتكم وخاصة سيادة النائب أحمد الشرقاوي. احنا هنبدأ فورا في الجلسة الثانية او الاولى. اتفضل استاذ احمد. بعد اذن حضرتك. اتفضل استاذ. طبعا كل التحية والتقدير لاعضاء مجلس الامنة، وبنثمن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني. انا عايز ااكد على مجموعة من المعاني وردت في كلمات المدير التنفيذي وكلمات السيد المنسق العام والأمانة الفنية، بعض الأطروحات لنا ملاحظات عليها. أول حاجة، مجلس الأمنة تشكيله وتكوينه تم بالتوافق بين المعارضة وبين الدولة في التشكيل في الفترة السابقة، وطرحت المعارضة المصرية عددا من الأسماء، هم بعض نصفهم تقريبا يجلسون على هذه الطاولة. نمرة واحد، اتفق قبل بدء هذه الجلسة وأخبرنا وأعلمنا من السيد المنسق العام أن الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطني هو المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني. تحديد قواعده، تحديد جلساته، ملفاته، آليات أخذ الكلمة داخل جلساته، الأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار ذاتها، كلها المخرجات وصياغتها النهائية حتى تسلمها للسيد رئيس الجمهورية، كل هذه اختصاصات مجلس الأمناء فقط. سمعت حديثا اليوم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وأنها المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني. أؤكد لحضراتكم أننا ممتنون جدا للأكاديمية الوطنية للتدريب لما قامت به من جهد طوال الفترة ما قبل اختيار مجلس الأمناء. أما وأن مجلس الأمناء المسؤول عن إدارة الحوار الوطني قد اختير أعضاؤه بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام ولدى في كل الأوساط عن هذا التشكيل، فأؤكد أننا بحاجة إلى كتابة لائحة تكون بشكل سريع جدا في خلال أيام معدودة، تحدد فيها قواعد إدارة الحوار الوطني، وتكون القاعدة الأولى فيه أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو الكيان الوحيد المهيمن على شؤون الحوار الوطني. مع كل الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب كونها معاونة لهذا المجلس في تقديم كل الدعم اللوجستي والفني من وكذلك الأمانة الفنية. هذه القاعدة قاعدة أساسية لابد أن تعلن للرأي العام وللجميع حتى يعلم الجميع أن مجلس الأمناء سيبدأ أعماله من بعد هذه الجلسة. أعمال مجلس الأمناء وهي من قبيل أيضا الأعمال التحضيرية التنظيمية لجلسات الحوار ذاتها. مجلس الأمناء لا يتحاور في الملفات ذاتها فنيا وتفصيليا، ولكننا معهود إلينا كما فهمت إدارة شؤون الحوار الوطني. كان لازم التنويه، ولازم التنويه أيضا في عجالة في موضوع آخر، وهو الحوار المجتمعي والفرق بينه وبين الحوار السياسي الذي سيدار داخل ملفات الحوار الوطني. الحوار المجتمعي مطلوب ومهم جدا، وندعو إليه كل الناس داخل جمهورية مصر العربية بكل الأطياف، إلا كتعبير السيد رئيس الأمانة الفنية، إلا من حرم نفسه بأنه استخدم عنفا أو لطق أيديه بدماء المصريين. الكل مدعو للمشاركة في الحوار المجتمعي. أما الحوار السياسي وهو الأساس والملف المهم داخل جنبات الحوار الوطني، فمعهود لها للمعارضة ولممثلين من المعارضة وممثلين للسلطة مع استعانهم بخبراء محايدين إذا لزم الأمر
لطرح وجهات نظرهم في كل الملفات. أشكركم وآسف للمقاطعة الأولانية، ولكن لازم التنويه والتأكيد حتى يكون أمام الرأي العام كل التفاصيل بوضوح وشفافية وبدقة متناهية. شكرا. شكرا سيادة النائب. أنا بوضح بس نقطتين صغيرتين. الأولى أنه دور الأكاديمية الوطنية للتدريب زي ما ذكر في حديثي وفي حديث المستشار محمود فوزي، هو دور متعلق بتسهيل كل ما يتعلق بإدارة الحوار. وإحنا بنشكر الدكتور رشا تاني على إتاحة المكان وإتاحة اللوجستيات وإتاحة عدد كبير من الشباب في الأمانة الفنية مع المستشار محمود فوزي. والأكاديمية نأت بنفسها وهي ليست طرفا في الحوار السياسي على الإطلاق ولا الحوار المجتمعي على الإطلاق، هي جهة نشكرها مرة تانية أسند إليها بحكم أنها هي المنظمة لمؤتمر الشباب. سيادة الرئيس أسند لمؤتمر الشباب، الأكاديمية هي المسؤولة عن مؤتمر الشباب، وبالتالي أسند إليها هذا. والأكاديمية في أول شعور حقيقي بجوهر الحوار أسندت التنسيق إلى شخصي الضعيف، وقمت بالمشاورات مع أشخاصكم الكبيرة لكي نصل إلى هذا الحوار الذي ليست الأكاديمية طرف فيه. النقطة الثانية والمهمة، زي بيقولوا في المثل البلدي، لو صبر الآيات على المقتول، اللائحة اسمها اللائحة، وهتطرح طبعا في الجلسة القادمة كمشروع. احنا عندنا مشروع لائحة كمان، حضرتك كل المجال مفتوح. ما احنا على فكره احنا لا نطرح شيئا الا للحوار، ولا نملك الا طرحه للحوار. وبالتالي هناك مقترح بلائحه، حضرتك عندك في مقترح او كل من الزملاء او الزميلات لدي اي مقترح اخر؟ انا لم اقاطع، ان نتعود مع بعضنا نستمع الى بعضنا. وبالتالي في مشروع لائحه، وفي شيء حاجه ثانيه كمان عشان الراي العام يعرف، عشان الحوار يدور بشكل يعني يليق بنا وبالمجتمع، في حاجة اسمها مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار، وحنسمعها مع بعض ونناقش بنودها ايه المسموح والممنوع حسب رأي مجلس الأمناء. وأخيرا يعني انه حضرتك زي ما انت قلت وانتهيت، مجلس الأمناء حسب اللائحة هو القائم بكل شيء، وبالتالي مجلس الأمناء يترك له بقى إطار الحوار يحدده. النائب أحمد الشرعاوي يقترح اقتراح، لكن مجلس الأمناء يقرر في الجلسة الجاية. طيب استاذ كمال زايد كان طالب الكلمه، ويطلب الاستاذ عبد العظيم حماد. حقيقه انا كنت طالب الكلمه قبل ما يتكلم يعني انا والله قبل ورا الناس. اوكي لا معاك. انا بس هاكد على الكلام اللي قال، الكلام اللي قاله الحقيقه كان ممكن جدا يا دكتور ضياء، لو لاحظت حضرتك المعدين يعني وحضرتك برضو يا استاذ مشار، ان انا طلبت في اول الاعلان ان انتم تبعتوا لنا اختصاصات الامانه دي واللائحة حتى نقدر المقترحة يعني منكم حتى نقدر نتداولها وبتاع. لو كان ده حصل كان ما يحصلش. بعد كلام الأخ أحمد اللي هو أصبح أنتوا أكدتوه وحيبان بإذن الله في اللائحة، هذه الأمانة هي أمانة لإدارة الحوار. يشكر كل من يتعاون معه، وإحنا بالضرورة أن احنا نكون بنتكلم بنفس واحد، وإلا مش هينجح الحوار ده. يعني لازم هنكون بنتكلم بنفس واحد. احنا مش عايزين يعني عايزين نبص بعد جلسة او اتنين او كده ان احنا نلاقي ان ايه معارضة وموالاة انتهت. احنا ناس بنبغى ان احنا ننقل المجتمع ان كان في ازمة ننقله لايه لجو افضل باذن الله. انا في قراءتي للامر بتصور ان المحطة اللي احنا فيها دي محطة غاية في الاهمية، اما ان احنا فعلا نخلق مجتمع يعني حر بيتكلم بيناقش بيقول اراء ونستمع لبعضينا، او ان احنا نظل في حالة الركود السياسي اللي موجود وربما ايه نزداد ركودا على ركود. فانا امل ان احنا كلنا نفتح صدورنا، واذا كان الداعي للحوار مش المعارضة، الداعي للحوار هو السلطة، وبالتأكيد انها مدام دعت المعارضة بهذا الشكل فهي يعني بتنتظر حالة جادة. أرجو أن احنا كلنا نحافظ عليها. أشكرك. شكرا أستاذ كمال. أستاذ عبد العظيم حماد ثم الأستاذ عماد الدين حسين. الحقيقة أنا بصفتي هنا ممثل أحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، يهمني بعد الشكر للسيد الرئيس والشكر
للاستجابة للمطلب المعارضة الدائم للحوار الوطني وكسر حالة الاستقطاب والجمود السياسي في البلد. وبعد شكر السادة المنظمين والمنسقين وكل الجهود دي، يهمني في بداية الحوار أو في بداية هذه الجلسة الإجرائية إنه أقول أهم النقاط التي حددت بعد اجتماعات في الحركة المدنية الديمقراطية وبعد اجتماعات تشاورية بين ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية. أهم هذه البيانات إنه واحد، الحركة المدنية الديمقراطية ترى إن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مرضي متفق عليه، وحقق توازنا ضروريا ومطلوبا بين ممثلي السلطات والمعارضة. وممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني بيؤكدوا التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها. وأكدت الحركة من ناحيتها على أن الاجتماع الذي دعا إليه السيد ضياء رشوان منسق الحوار الوطني للأمانة العامة غدا الثلاثاء واليوم اجتماعنا الحالي هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار وليس الحوار نفسه، حيث من المقرر أن يعني هذا أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة العامة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق عليه. فإننا في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها والاتفاق على آليات الحوار. تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية أنها لم ولن تدعو أي جماعة تستخدم العنف أو تهدد باستخدام العنف أو لا تعترف بدستور 2014 وشرعية الوضع السياسي الذي يمكن أن يطور من خلال هذا الحوار. شكرا جزيلا. استاذ عظيم، بس استضاح صغير، البيان الاصلي قدامي بتاع الحركه المدنيه بتقول: تؤكد الحركه المدنيه التي تاسست من اجل بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه انها لم ولن تدعو جماعه الاخوان اوكي للمشاركه. مظبوط. مش اي جماعه، يعني التاكيد على هذا المعنى. مظبوط. انا بس بقرا النص بتاع البيان كما اتامل. النقطة الثانية، بضم صوتي وصوت حضرتك وكذلك الجميع من انه تسريع الافراج عن المحبوسين على ذمة النيابة العامة، ونخاطب النيابة العامة انها يعني تعجل الافراج عن من لم تتلوث ايديهم بالدماء منهم. وكمان اعتقد انه العفو الرئاسي ايضا عن المحكوم عليهم هو امر مطلوب، ولدينا مناسبة 30 يونيو ومعها مناسبة ايضا عيد الأضحى، قد يكون إن شاء الله فيهم يعني بشائره بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله، وإحنا منضمين لها. أستاذ عماد الحسين، شكرا على الكلمة، وشكرا للسيد رئيس الجمهورية على دعوة للحوار الوطني. وأتصور وأتمنى أن احنا ننجح كمجموعة في أن احنا نعمل فارق حقيقي في هذه الفترة. مصر بتواجه مشكلات كتيرة جدا، وبالتالي أتمنى أن احنا نكون على قدر كبير من المسؤولية. أتمنى كمجموعة أن احنا ندير حوارنا بأكبر قدر من العقلانية وبالهدوء، نكون مثل وقدوة لبقية المجتمع، لأنه جزء كبير من المجتمع فقد أو افتقد للحوار الموضوعي والهادف في الفترات الماضية. أتمنى أن نكون قادرين في نهاية هذا الأمر على أن احنا نعمل نستعيد قدر إمكان تحالف 30 يونيو اللي هو كان في فترة عصيبة جدا وأدى مهمة عظيمة، أن نضع خريطة طريق للمجتمع المصري في الفترة الجاية لمواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية اللي هي بتعصف بعدد كبير جدا من دول العالم. ان يبقى عندنا، اتمنى ان احنا نقدر كمان نصل الى مناقشات تؤدي الى مجموعة من نتائج اهمها كما تفضل بعض: اطلاق سراح المحبوسين، اكبر عدد من المحبوسين الذين لم تترطخ ايديهم بالدماء، ان تكون هناك، ان نتمكن من الوصول الى حريات
أكبر قدر من الحريات للإعلام المصري الذي سيكون ممهد لحلول كثيرة جدا ويكون عين لصانع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحة. لو وصلنا إلى هذه النتائج أتصور أن احنا نكون على بداية طريق إن شاء الله لمصر مختلفة تماما في الفترة المقبلة. شكرا لكم. شكرا أستاذ عماد. أستاذ دكتورة فاطمة سيد أحمد ويتلوها الدكتور جودة عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. الحقيقة أنا بشكر الدكتورة رشا لأنها يعني راعت هذا الاجتماع في داخل الأكاديمية وهي بتمثل جهة تعليمية مهمة، وأنا بحترم كل الآراء بس أنا كصحفية بحب المعلومات والبيانات، ما كنتش ممكن أبتدي جلسة زي دي من غير العرض اللي تم من أستاذ ضياء ومن المستشار محمود فوزي، لأن دي بيانات مهمة أنا أبني عليها وجهة نظري في النقاش وأقدر أعرف كمان إيه أكتر حاجة بتهم الناس علشان أركز عليها في القواعد اللي هنحطها في مسار هذا الحوار. أنا أعتقد أنه لازم ندي حيز كبير في المناقشة للإعلام لأنه هو القاطرة اللي هتبقى يعني تسير كل الأمور من وراءها في هذا الحوار وفي غير هذا الحوار، فده مهم جدا إن احنا نعمله جلسات خاصة وجلسات مكثفة، وياريت ده يكون بشكل سريع لأنه هو ده اللي هيبقى المهم في الحوار وهو ده اللي هيوضح كتير من النقاط اللي ممكن تكون بعضنا وقفنا قدامها. أنا برضو بشكر تاني العرض الجميل والرعاية الممتنة، وأنا سعيدة إنه المرأة موجودة في هذا الحوار ويعني أتمنى إن إحنا إن شاء الله نكون قد المسؤولية بمشيئة الرحمن. شكرا. شكرا دكتورة فاطمة. وقبل ما أنقل الكلمة لدكتور جودة بأكد على معنى ربما فاتني في كلمتي، جميع جلسات هذا الحوار ستكون علنية، هذا هو أصلها، ومتاحة وبشكل فوري لاطلاع الرأي العام عليها وتفاعلوا معها سواء بشكل مباشر أو إلكتروني. وهذا مجلس الأمناء هيبقى مطروح عليه، ده اقتراحي، سيطرح على مجلس الأمناء في جلسته التالية ضمن لائحته أن يقر هذا، وبالتالي لكن أنا أميل إلى أن تكون كل شيء متاح طالما هو جلسات في الحوار. إدارة الحوار لجلسات مجلس الأمناء، مجلس الأمناء سيقرر إذا ما كانت كل جلساته مذاعة أو علنية أو مسجلة، لكن المؤكد أن وهذا ضمن الاقتراح أيضا أن كل ما سيدور في أروقة هذا الحوار علنيا كان مذاعا كان أم لم يكن سيكون مسجلا للتوثيق لكي يكون أمام التاريخ ما يكتب عن هذا الحوار، ما قيل فيه، ما دار فيه، ما نتج عنه. دي ملاحظة. بشكر دكتور فاطمة أنك تفكرتيني. أستاذنا الدكتور جودة عبد الخالق. هنقل جميع الأكاديمية والأمانة الفنية بتمهيد لعقد هذا الاجتماع الهام جدا. نحن إذا عملية تاريخية، وبعد أن يمر الوقت ونعود إلى هذه بداية هذه العملية ستكون هناك أحكام كثيرة تطلق على هذا الموضوع. لذلك أنا أقول نحن إذا عملية سياسية بامتياز، يعني مناقشة الملف الاقتصادي عملية سياسية، مناقشة الملف المجتمعي عملية سياسية، مناقشة الملف السياسي عملية سياسية، لأنه المجتمع المصري حاليا يبحث عن بصيص ضوء يهديه في طريقه نحو ما يسمى الجمهوري الجديد. هنا من المهم تدقيق المصطلحات وفهمها، لأن هناك الأمانة الفنية موجودة، ولكن هذا المجلس الذي يجتمع الآن لأول مرة هو مجلس أمناء الحوار الوطني، هذا المسمى اللي أرجو أن احنا نعتاد على مجلس أمناء، هو أعلى جهة، لا أقول سلطة إنما أعلى جهة باعتبار أنه هناك تقسيم عمل، وده ده كيف أفهم هذه المسألة، لا يوجد جهة تعلى على جهة إنما في تقسيم بالجهات. مجلس أمناء الحوار الوطني وهذه المجموعة الكريمة يتحمل المسؤولية السياسية عن إنجاح هذه المهمة،
وأن يكون على تواصل بالتعاون مع الأمانة الفنية مع الأطراف كافة في المجتمع المصري. دي نقطة حبيت أكد عليها. عملية سياسية ملايين في الداخل وأيضا في الخارج، يعني الأنظار تتجه إلى هذه الموضوع، هذا الاجتماع بهذه الروح. هنا بقى تردد من يشارك ومن لا يشارك. أنا شايف إن دي جلسة استراتيجية بنتكلم فيها. قيل إنه من لجأ إلى العنف أو السلاح، لا، أنا أفهم المسألة في إطار أوسع من هذا، ونحن نعلم أن هذه الأدوات تحرك أفكار، وبالتالي الذي انخرط في بث ونشر أفكار جوهرها هو مزج الدين بالسياسة. هذه مسألة أساسية، الزج بالدين في السياسة. السياسة شأن المصريين جميعا، الدين شأن كل واحد لوحده. هذا هكذا أفهم. وبالتالي أنا عايز أقول إنه الذي يستبعد من المشاركة في الحوار ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين، عشان الكلام يبقى على بلاطة، لما نحن نعلم جميعا دون أن أسمي جهات إن هناك أطراف تانية تعيش على الزج بالدين في السياسة وهي متواجدة بنا. وبالتالي السؤال أين موقعها من ما يسمى، إذا كنت بتكلم على دولة مدنية ديمقراطية حديثة، فأنا شايف أنه كل من يروج للزج بالدين في السياسة أيا كان المسمى بتاعه المفروض أن يستبعد من هذه العملية، وشرط القبول هو التخلي عن هذا كده. كويس كده؟ أوكي، شكرا جزيلا. أنا بس عايز يعني في هذا الاجتماع الهام جدا أقول أنك فصيل في المجتمع المصري ينظر بلهفة إلى ما سيتمخض. أنا بتكلم عن الشباب المصري اللي أنا يعني بتواصل معاهم باستمرار. إحنا مجتمع شاب، و60% من المصريين في الواقع تحت 15 سنة، ودي طبعا نسبة عالية جدا، ولهم مطالب والآخر. وبالتالي أنا بقول أنه ينبغي أن نرسل رسالة لهم أنه هم ملء السمع والبصر، وأن المداولات ستكون. آخر نقطة، أنا كنت أتمنى أنه يعني تمهيدا للاجتماع سيكون لدينا مشروع لائحة تداولناها، لكن نحن الآن نبدأ، وبالتالي المعلومات التي قدمت وأنا الحقيقة أشكرهم عليها سواء من الدكتور ضياء أو من المستشار محمود فوزي أو من الدكتورة رشا رغب أقدرها جدا، وبعتبر أنها نوع من المساعدة للمجلس الأمناء الذي هو المسؤول الأول والأخير سياسيا عن إنجاز عملية حوار مجتمعي تشرف به مصر في على المدى الطويل لكي تكون بين في الصدارة بين دول العالم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور جودة. النائب أميرة صابر. وللسيد المنسق العام وللسيد رئيس الأمانة الفنية. أنا مناطي رئيس في الحديث هو كوني ممثلة للشباب على هذه الطاولة رفيعة المستوى من مختلف الأطياف السياسية. والحقيقة أنا بعتبر أن الحوار الوطني بشكل رئيسي حوار مستقبلي، هو حوار سيرسم خارطة طريق حقيقية للي جاي في الحياة السياسية بالمقام الأول وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جداً في عمر هذا الوطن. فالأمال حد السماء، يعني من اعتقادي وما اتفق عليه يعني انه هذا التشكيل مرضي للغالبية، وهو يحملنا أمانة مضاعفة، أمانة شديدة، انه كل عضو هنا يحمل يعني ما يترقبه ملايين المواطنين من الشعب المصري وما تترقبه الحياة السياسية المصرية من نتائج لهذا الحوار المؤسس. ففي ظني يعني أتمنى انه الشباب اللي بيتابعوا جلسات الحوار يستمروا في إرسال مقترحاتهم ويتفاعلوا مع هذا الحوار بكل الجدية المطلوبة، لانه الحقيقة هم الشريك الرئيسي في رسم خطة مستقبلية، وده اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا النهاردة موجودين علشان نجد مساحات مشتركة
نعلم جيدا أنه أطراف هذا الحوار يعني يبعدها عن بعض ويقربها مساحات مختلفة، والإنجاح الحقيقي للحوار هو أننا نلاقي بقى حتة نقف عليها نتشارك حواليها وتكون مرضية للجموع زي ما كان التشكيل الحقيقة مرضي. نتوقع أن تكون نتائج هذا الحوار كمان واجب أن تكون مرضية، وهو أمر مناط رئيسي طبعا النهاردة، وهنتكلم عنه أنه تخرج لائحة منظمة لجلسات هذا الحوار متفق عليها وتيسر وتجعله في جديته المطلوبة. يعني أتمنى مرة تانية أنه تستمر الجلسات بهذا القدر من اليسر والسلاسة، وأنه الشباب يتابعوها بمنتهى الجدية. وطبعا أتشرف أنه أي حزب سياسي في مصر بجناحه الشباب يتواصل معايا، كوني يعني أحب وأتشرف بتمثيل الشباب في هذا الحوار المنتظر نتائجه. شكرا. شكرا سيادة النائب دكتورة فاطمة خفاجي. شكرا جزيلا. أنا الحقيقة سعيدة أنه ربعنا في الأمانة ستات، كنت أتمنى نبقى النص لكن هي فتحة خير إن شاء الله. أنا عايزة أكد برضو على المجلس القادم إن شاء الله أكد على الألو زملائي في الحركة المدنية، وأتطلع أنه طبعا في الجلسة القادمة حيبقى في توافق على اللائحة. عايزة أقول أيضا أنه مصداقيتنا كحركة مدنية الحقيقة قايمة على اهتمامنا الأول وهدفنا في الإفراج عن سجناء الرأي، وأنا شايفة أن الموضوع ده ممكن يفتح أبواب كثيرة للتوافق على أشياء أخرى كثيرة. شكرا. شكرا دكتورة. الأستاذ سمير مرقص. كلمات سريعة، يعني كلمة أولى، يعني طبعا الشكر للدعوة الكريمة أن أكون في هذا المقام الرفيع الحقيقة في لحظة تاريخية مهمة، وأنا بعتقد أنه فعلا ممكن اعتبار هذا يعني الجهد أو هذه الآلية وهذا المجلس بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي في مصر، لأنه يعني واضح انها يعني هتكون محملة بمهام كثيرة وضرورية. يعني ايضا الشكر لكل الجهد اللي بذل، وانا بعتبر ما قدمته الامانة الفنية الحقيقة هو نوع من انواع اعطاء الشرعية لهذا المجلس، بمعنى انه في الحوار عليه طلب، بمعنى ببساطة شديدة جدا الحوار في المجتمع المصري عليه طلب، شئنا أو لم نشأ الناس تريد أن تعبر عن نفسها بشكل أو بآخر، سواء في الرأي سواء في همومها في مشاكلها إلى آخره. فأنا هعتبر مش بس دي مادة خام، ده نوع من أنواع الشرعية، يعني إطفاء الشرعية على هذا المجلس، ولابد أن نتلقف هذا الأمر مع توقعات الدولة مع توقعات القوى السياسية المختلفة، أنه بقدر الإمكان يعني زي ما بيقولوا يعني نحاول بقدر الإمكان نقابل هذا الطلب الملح بقدر الإمكان، يعني بدرجة أو بأخرى. الأمر الآخر أو كلمة أخرى، ودي تأكيد على اللي قاله الدكتور جود، الحقيقة انه احنا بنتكلم للمستقبل. 80% من سكان مصر تحت سن 40، 80% من سكان مصر تحت سن 40، نصهم بالضبط تحت سن 20، يعني انت بتتكلم على 80 مليون نسمة مواطن ومواطنة و40 مليون نسمة تحت سن 20. يعني هذا جهد وعمل للمستقبل الحقيقة، ومش لنا ومش لجنة ومش لأجيالنا، إنما للقادمين للمجتمع الغد، يعني إذا جاز التعبير. الأمر الأخير، أنا عايز أوسع الفكرة أكتر برضو، مش قضية من تلوثت إيديه بالدم فقط، إنما فكرة كل ما هو خروج على مرجعية وشرعية الدولة الحديثة في مصر. هذه مسألة في غاية الأهمية، الدولة الحديثة
اللي هي الدولة الدستورية، دولة المواطنة، دولة إعمال القانون، دولة الدولة العصرية. كل من يريد أن يقيم دولة بديلة أو دولة موازية أو ينحرف عن مرجعية الدولة الحديثة بقيمها المختلفة، هنا لابد يبقى في وقفة. وده مش خطأ، يعني الخروج على الجمهورية الفرنسية يعني في مشكلة حقيقية يعني. وبالتالي ده أنا رأيي لابد مد الخط، مش بس فكرة الأعمال العنفية المادية، وإنما كل ما هو خروج على الدولة الحديثة بقيمها. أنا رأيي إن دي مسألة، هذه الترابيزة بتجمع ناس بغض النظر على الانتماءات السياسية والفكرية، لكننا كلنا منتمين بدرجة أو أخرى إلى مرجعية الدولة الحديثة، سقفنا والدولة الحديثة بشكل أو بآخر. وده أحب أننا نأكد عليه من البداية. شكرا. شكرا أستاذ سمير. الأستاذ محمد سلموي. الحقيقة أنا عايز أؤكد على شرعية هذا الحوار أولا، ثم مرجعيته، ثم آلية سيره. بالنسبة للشرعية، طبعا مجرد أن رئيس الجمهورية المنتخب المسؤول الأول يدعو لهذا الحوار، فهذه شرعية في حد ذاتها، تستكمل بالمشاركة الواسعة من مختلف قطاعات الجماهير لهذا الحوار. بالنسبة للمرجعية، أنا الحقيقة لا أرى مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور، دستور 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والذي فصل بين الدين والدولة هو المرجعية. المرجعية ليست ارتكاب العنف، فهناك من لا يؤمنون بالدولة المدنية الحديثة التي نص عليها الدستور دون أن يذكرها بهذا الاسم، لكنهم لم يرتكبوا أي أعمال عنف. فالمرجعية هنا يجب أن تكون الدستور، ومن هنا تستكمل أيضا شرعية هذا الحوار. النقطة الثالثة هي تختص بمحور أرى أنه محور أساسي قد تنبثق عنه كل المحاور الأخرى، وهو محور القوى الناعمة التي تتعلق بهوية هذا الوطن، وتستمد من تاريخه الممتد ومن رؤيته للمستقبل. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعامل مع مشاكلنا الاقتصادية والسياسية وغيرها ربما بشكل يختلف عما تتعامل معه مجتمعات أخرى ذات هوية مختلفة. أرى التركيز بشكل أساسي على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والتعليم والفنون والأداب والفلسفة والفكر وكل هذه الجوانب الإنسانية التي تصنع ضمير هذه الأمة وهويتها، ومن ثم طريقتها الخاصة في معالجة مشاكلها اليومية في مختلف المجالات. بالنسبة للنقطة الأخيرة وهي آليات عمل هذا الحوار، وربما سيكون لهذا الموضوع مجال أكبر للنقاش، لكني أرى أن تفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع لبعض الأفراد العاديين، تجرى ربما بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء، لكي نستمد منهم أيضا أفكارهم وآمالهم، ونستجيب لها أو نطلعهم فيها على ما يجري من مجريات، حتى يتسع إطار هذا الحوار بالقدر المطلوب. وشكرا.
شكرا جزيلا استاذ محمد سلماوي. الدكتور ريهام باهي. مساء الخير على حضراتكم دكتور ديا رشوان ودكتور رشا راغب، السادة الحضور، أعضاء مجلس الأمناء الحوار الوطني. سعيدة جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وأنا هتكلم من المنظور الأكاديمي لأن أنا مش جزء من العمل السياسي في مصر. وكنت حابة أعلق على نقطة مهمة جدا تم طرحها، وهو تعريف الحوار. النائب أحمد الشرقاوي موضح النقطة دي أو علق على النقطة دي، هل هو حوار سياسي؟ هل هو حوار مجتمعي؟ أنا بس حابة أن أنا ألتزم بالحوار كما هو مسمى، هو حوار وطني يضم كل طوائف المجتمع وكل طوائف الشعب، يعني في مش بس مقتصر على الحوار ما بين السلطة والمعارضة زي ما سيادة النائب قال، ولكن بيضم كل الناس، الشباب، المرأة، المجتمع المدني، الأكاديميين. وأعتقد الشمولية دي هي معيار النجاح. وأنا لفت نظري في الأرقام المقدمة اللي دكتور محمود يعني قدمها، ان نسبة الاستجابة لما تمت الدعوة، نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى، فده كمان دليل على ان المواطنين حريصين ان هم يشاركوا في الحوار ويقدموا مقترحات ويعبروا عن مشكلاتهم وأفكارهم. فأنا بس كنت حابة أعلق على موضوع مفهوم الحوار وتعريف الحوار وأي نوع من حوار إحنا بنشارك فيه. وسعيدة جدا جدا بوجودي مع حضراتكم، وأتمنى التوفيق للجميع. وزي ما قالوا ده حوار من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس جمهورية جديدة. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور ريهام. الدكتور محمد فايز فرحات. شكرا جزيلا استاذ ضياء. وفي الحقيقه طبعا شكر موصول للاكاديميه دكتوره رشا راغب والامانه الفنيه للحوار. في الحقيقه طبعا انا بس حابب يعني اعبر عن تفاؤلي الشديد. استمعت بانصات لكل الكلمات السادة القامات اللي سبقوني، وفي الحقيقه لاحظت انه هناك توافق كبير رغم يعني ما قد بدا في البدايه، لكن في تقديري ان في توافق كبير خاصه حول المرجعيات الاساسيه التي تحكم هذا الحوار. وقضيه المرجعيات اعتقد انها هي القضيه الاساسيه او البوصله المحدده لهذا الحوار، فاعتقد ان كان هناك توافق كبير في كل الكلمات حوالين هذا الحوار. يعني أحب أن أشكر جدا الأمانة الفنية لأنها قدمت إجابة حقيقية على تساؤلات كانت مطروحة قبل بدء هذه الجلسة. طوال الأسابيع الماضية كان هناك حوار أقرب إلى الحوار المجتمعي في كل منصات الإعلام والصحافة. أعتقد أنه الأمانة الفنية قدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية، وأيضا إجابة على بعض الأسئلة المهمة اللي كانت مثارة خلال الأسابيع الماضية، وكان أهمها أو يعني على رأسها قضية السياسي والاقتصادي. هل هذا الحوار حول قضايا سياسية أم حول قضايا اقتصادية؟ أعتقد أنه أمانة مجلس الأمناء وأعتقد والهيكلية الحوار بشكل عام، أعتقد أنها يجب ألا تغفل رأيي وهذا التعبير وهذه الإحصاءات المهمة، أن هذا الحوار هو حوار حول مستقبل البلاد، ومستقبل البلاد لا يتعلق بقضايا سياسية فقط أو قضايا اقتصادية واجتماعية فقط، ولكن أعتقد أن هذه البيانات وهذه الإحصاءات شديدة الأهمية وتعبر عن الجدال أو الحوار الذي تم على منصات مختلفة قبل أن تبدأ هذه الجلسة. فيعني أود أن أشكر بشدة جهد الأمانة الفنية على ما قامت به.
نقطة أخيرة أو يعني أود فقط يعني ربما هذا تحصيل حاصل أو أن يعني تعبير آخر أننا نتحدث عن المستقبل. أعتقد أن اللحظة التي يجري فيها الحوار الوطني لحظة شديدة الأهمية، وأعتقد أننا يسهل جدا أن نقارن هذه اللحظة أو هذا الحوار بما يجري في حولنا في المنطقة، حوارات أخرى ولكنها حوارات حول أمور وفي سياقات شديدة الخطورة. حوارنا بالفعل هو حوار حول المستقبل محكوم بمرجعيات محددة، وفي تقديري أن هناك توافق كبير حول هذه المرجعيات كما حدث. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد. دكتور طلعت عبد الأول. شكرا دكتور دهبي ودكتور راشا سيادة المستشار محمود فوزي. ويمكن كنت انا بحب ان احنا كان متمش حتى تعارف للاعضاء المجلس الامنه، لان في ناس اول مره يشوفوا بعض، فكان يمكن قد يهم اهميه بمكان ان حتى الناس تعرف بعض بالاول قبل. هنعرف بعض كتير لسه قاعدين طبنا بعض الاول مطولين يعني مطولين يعني ان شاء الله. عموما طبعا سعيد جدا، ويمكن انا بعرف نفسي انا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه على مستوى مصر، وكنت شاركت مع الدكتور ضياء والدكتور محمد سلماوي في لجنه 50 اللي وضعت دستور مصر، ويمكن دي كانت فكره فيها برضو يعني الحوار فيها كان موجود ورغم الصعوب والتحديات اللي واجهتنا في 2014 او 2013 ان احنا نحط الدستور، والبلد كانت يعني فيها مشاكل كبيره، ولكن الحمد لله في فعلا دلوقتي موجود قدامنا ماده جيده بيبنى عليها كثير من الأمور. المجتمع فعلا كله بينظر للحوار ومنتظر نتائجه بشكل كبير جدا، وأنا يمكن كاتحاد عام جامعات أهلية اشتغلنا من ساعة الرئيس ما أطلق كلمة الحوار، وعملنا لقاءات على مستوى المحافظات مع اتحادات إقليمية والنوعية وجمعيات، والكل فعلا يعني حريص إن يعني نساهم ويشارك في هذا الحوار المهم. وفعلا بدأ يتقال دلوقتي إن احنا مش يعني زين نقول للناس ان هذا الحوار ليس حلاق هذا حوار الصفوه والنخبه، ولكن حوار مجتمعي عايزين نوصل لكل الناس. وطبعا الاليات ان احنا نوصل لكل الناس مش صعبه ولا مستحيله، عايزين كل مواطن مصري يحس ان هو شارك في وضع مستقبل مصر من خلال هذا الحوار. ممكن نتفق على الاليات، اعتقد من الاهميه بمكان دكتور ضياء ان احنا نبدا فورا عشان ما نضيعش كتير من الوقت في موضوع اللائحه عشان ننطلق، لان في امور كثيره جدا بتقابلنا من النهارده. يعني مثلا دلوقتي القنوات التلفزيونيه والاعلام مطلوب ان احنا نروح ولا ما نروحهاش؟ طب ما نروح هنقول ايه؟ هل في مثلا حاجه رساله معينه ولا هتبقى الامور مطلقه؟ دي مساله برضو غايه في الاهميه. يعني في شويه امور معينه لازم نتفق عليها النهارده، يعني هنشتغل ازاي، يعني دي كلها امور. وحضرتك كنت شاركنا مشاركنا مع بعض يمكن في لجنه 50 اول حاجه عملنا لائحه وقرار بالتوافق، وحتى برضو حضرتك قلت فيها التوافق. طب اذا لم يتم التوافق ففي اغلبيه كبيره دي متفق عليها، يعني احنا كل فرقه 50 بنقول لما نوصل ل 75% قرارات او كل المواد اللي خرجت من دستور 2014 حصل عليها فوتنج مش اقل من 75%، الامم المتحده 85%. احنا بنقول التوافق الاصل، انما يفرض ما توافقناش وده امر وارد، يعني دي مساله مش هيبقى فيه منتج. انا طبعا بميل للفكره اللي حضرتك قلتها ان كل فتره زمنيه يتفق عليها في اللائحه يتم الاعلان عن ما تم من نتائج، مش هننتظر المده الطويله كلها، بالعكس عايزين ونقيم المساله، وعايزين فعلا احنا عايزين هذا الحراك المجتمعي مش شو بتاع الاوض المغلقه، لا لو احنا نجحنا نصل الى فئات معينه خاصه الشباب. الشباب لو ما شاركش بقوه في هذا الموضوع يبقى احنا ما نجحناش في تنفيذ امر مهم جدا. يعني برضو يعني الاحزاب السياسيه طبعا وكلنا بننتمي الاحزاب، ولكن احنا مش عايزين نغفل منظمات المجتمع المدني الاخرى، لابد ان يكون لها التقدير وكل الاحترام وتقعد معانا على الترابيزه، اعتقد المجتمع كله والخارج. في برضو نقطه اخيره، في بعض من بدا مبكرا في التشكيك في الحوار، في بعض الاصوات بدات تطلع التشكيك في الحوار بشكل او باخر يعني، وفي جديته وفي النتائج، ودي عادت اي امر جاد او هام يعني. برضو عايزين ما هي المسج او الرساله اللي بنتعامل مع هذه المساله، هل اجتهاديه هل شخصيه هل كذا، برضو عايزين نتفق على هذه المسائل عشان نبقى نتكلم كلنا بلغه واحده، لان احنا كلنا دلوقتي على الترابيزه نختلف بس، ولكن الهدف الاساسي هو ان احنا ننجح الحوار ونغتنم هذه الفرصه الذهبيه. انا بعتبر دي فرصه ذهبيه ان راس الدوله
مكان ممكن قوي والدولة ماشية وفي مؤسسات ودولة مؤسسات والآخر، ولكن الرئيس بيقول لك ابني الدولة الجديدة بشكل جديد وفكر جديد والناس تقول، وحتى مكان يعني حتى اللي حير الناس كلها ده الرئيس ما حددش حاجة غير الحوار مواطني مفتوح، ودي كانت نقطة يمكن إيجابية كان ممكن الرئيس حدده وده وارد، لا ما حددش حوار وطني مفتوح. فطبعا دي ده دقة الاختيار وصعوبة الاختيار. يعني انا طبعا كلنا هنتكاتف وكلنا ان شاء الله يعني على قلب رجل واحد احنا نعمل حاجة جيدة، زي ما قال من السيدة المحترمين احنا بنعمل مش للمجموعة اللي قاعدة على الترابيزة، احنا بنعمل لكل الاجيال القادمة واللي هي منتظرة مننا كتير والدولة منتظرة مننا كتير والبلد مصر تستحق اكثر من ذلك كتير. شكرا لكم. شكرا دكتور طلعت. الاستاذ نجاة البرعي وبعده الدكتور عمرو هاشم ربيع المتحدث الاخير. سيادة الرئيس، اولا عايز اشكر الدكتورة رشا راغب على الجهد اللي عملته الاكاديمية، وطبعا استعراض المستشار محمود فوزي كان اكتر من ممتاز، فانا بشكره برضو على المعلومات اللي قدمها، وارجو ان هو يقدم يدينا الباوربوينت بريزنتيشن اللي كان بيشتغل عليه دون يوزعه علينا لانه فيه معلومات مهمة فمش كفاية نشوفه. بصرف النظر عن تشكيل الامانة الفنية فمن الواضح ان دورها هو تيسير الحوار والوصول الى حلول توافقية، وبالتالي فانا ارجو من كل اعضاء الامانة الفنية انهم يتخففوا قليلا من مواقفهم السابقة على العمل. قصدك مجلس الأمناء؟ مجلس الأمناء متأسف أنهم يتخلوا يتخففوا قليلا من المواقف السياسية السابقة، لأنهم سيضطروا إلى طرح حلول توافقية مع قوى مختلفة، وبالتالي دي أساس. بالنسبة إلي أنا لازلت مصر على أمرين، هذا حوار سياسي بالأساس، محاولة إغراق الحوار بقضايا فرعية من أول نعمل إيه في التوك توك لحد ما نعمل إيه في مش عارف إيه، أمر اللي يؤدي إلى شيء. هذا يتعلق بالعلاقة ما بين المكونات السياسية داخل هذا المجتمع، كيفية تشكيل القوى السياسية فيه، كيفية التمثيل السياسي فيه، كيفية العمل وفق الدستور والقانون. الأمر الثاني، وبالتالي مع كل التقدير للقضايا الاجتماعية الكثيرة جدا المطروحة على هذا الحوار، يجب على الأمانة الفنية ألا تنجر إلى محاولة مجلس الأمناء. معلش يا فندم الدكتور طلع أنا همسك البتاعة دي أنت جنبه كل يعني صحيح كل شوية. يجب على مجلس الأمناء إن هو لا ينجر إلى أي محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية قد تنتهي إلى شيء. الأمر الثاني أنه الوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة لا يجب أن يكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلا في الدستور المصري وفي المعاهدات الدولية التي تعتبر جزء من التشريعات المصرية بنص الدستور المصري. حقوق الإنسان وحقوق الحريات الأساسية تعلو على محاولات التوافق، يعني الوصول إلى حلول وسط، الوصول إلى حلول وسط لا يجب أن يكون إطلاقا على حساب هذا الأمر. ثلاثة، أنه أنا بأيد الأستاذ محمد سلماوي على أن الدستور المصري كوثيقة سامية يصلح أساسا متينا لبدء أي محاولة الحوار. أضيف إليه أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها السيد الرئيس في سبتمبر الماضي ولي تأخر تنفيذها فعليا إلى الآن قد تكون وثيقة أخرى تضاف إلى مجموعة وثائق منها رؤية مصر 2030 لمناقشة مستقبل هذا الحوار. الجزء الثالث، أنني مع تقديري للشفافية وحق الرأي العام في أن يعرف، لازلت من المؤمنين بأن جلسات الحوار أو على الأقل غالبياتها يجب أن تجري في هدوء بعيدا عن ضغط الرأي العام الذي قد يشكله وجود هذا العدد من الكاميرات، والتي قد يدفع البعض إلى أنه يأخذ مواقف ليس لتسهيل الحوار ولكن إلى تسجيل المواقف. هذا حوار ليس لتسجيل المواقف فيه مكان، هذا حوار يعتمد أساسا على الصدق والتصديق أن الأطراف المشاركة راغبة فعلا. وبالتالي خلافا لكل ما اعتنقته طوال حياتي، لازلت مؤمن بأن جلسات الحوار الأساسية يجب أن تكون بعيدة عن التأثير على أن يخطر ويطرح على الرأي العام طبعا ما يصل إليه المتحاورون. مرة أخرى أنا بشكر يعني من قام بتشكيل هذا المجلس الذي يتضمن يعني آراء وأفكار وشخصيات مختلفة،
لابد أن أنوه بدعوة السيد الرئيس، لأنه لولا هذه الدعوة ولولا الإصرار عليها لما وصلنا إلى هذا المكان. ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم ربيع. الكلمة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على هذه الدعوة الكريمة للحوار، وبالتأكيد الشكر الموصول لكل من طبعا شارك في هذا التنظيم، الأكاديمية الوطنية والمنسق الحوار الأستاذ ضياء والأمانة الفنية بقيادة سيادة المستشار محمود فوزي، وبالتأكيد طبعا الدكتورة رشا راغب. ما تلمسته بشكل سريع فيما كل ما قيل إن هناك درجة ما من الاختلاف ما بين المتحدثين، لا أقول تنازع، في تباين، وإن كان هناك لا يوجد شرخ. هل هو حوار سياسي أم حوار مجتمعي؟ مجلس الأمناء له الدور الرئيس، الأمانة لها الدور، الأمانة الفنية لها دور معتبر. استبعاد كل من خلط الدين بالسياسة، استبعاد الإخوان وكل من مارس العنف فحسب. لائحة معدة سلفا أو لائحة لائحة معدة سلفا، مشروع لائحة سيقدم لمجلس الأمناء، وهناك مشروع آخر عند النائب أحمد الشرقاوي ضبط ممكن. المصطلحات مهمة في هذا الاجتماع. أثم ما ذكره الأستاذ نجاد على أن حوارنا هو بالتأكيد، أو هذا الحوار السياسة فيه هي الأساس. ما ذكره المستشار محمود فوزي من إحصاء معتبر ذكر أن 73 أو 37% من الوارد إليه كان في محاور سياسية، يعني أكثر من الثلث، ثم الثلثين الآخرين أو الثلثين الآخرين للأمور المجتمعية والأمور الاقتصادية بدرجات أقل من المحور السياسي أو الشأن السياسي بدرجة أقل. وهذا أمر طبيعي، لأن احنا بدون ما نبدأ من السياسة مش هنعرف نشتغل لا في الاقتصاد ولا في الأمور الاجتماعية. على سبيل المثال احنا لدينا قدر كبير جدا من، ومصر تجاوزت معدلات كبيرة جدا على سلم الأمور الخاصة بالنقل والمواصلات، خاصة موضوع النقل الكباري والأنفاق وإلى غير ذلك، لكن لا زال الأمور الخاصة بالاستثمارات محدودة، يعني لا زالت مصر الدولة تعمل على جذب الاستثمارات. طب ايه هي المشكلة؟ واضح ان المشكلة في الشأن السياسي. المستثمر عندما يأتي ويجد ان هناك في دستور او في قانون بيتحدث عن تعيين القضاء بشكل او باخر، جزء منه بشكل 100% ب70% ب50% في شكل ما، قالب ما من القانون والدستور لمح اليه واشار اليه في مسألة، فالمستثمر بيخاف. انا عايز اقول ان الشأن السياسي هو بداية المعتبرة لانفتاح على تذليل او لحل بعض الامور الخاصة بالشأن الاقتصادي وبالشأن الاجتماعي. الموضوع الخاص بالهوية ده امر سياسي مرتبط بموضوع التعليم وبالشأن المجتمعي وبالشأن المجتمعي، فمن طبعا المحليات كل ما هو محليات هو شأن سياسي، ومنه تنطلق موضوع التنمية. فأنا أؤكد على أن الموضوع الحوار من الزاوية السياسية أو اعتباره حوار سياسي هو المفصل الأساسي. أحد الأمور الأخرى السقف الزمني. السقف الزمني الأستاذ ضياء، إحنا قاعدين، لا إحنا مش قاعدين، لا احنا بعدين شهر شهرين بالكتير. استاذ عمرو انا عارف ان حضرتك قلتها على سبيل المزاح، يعني قبل المزاح قلت كلام اجد في مقدمتي، قلت كلما ننتهي من مرحله لابد ان نعلم ما انتهينا اليه للراي العام الدكتور طه، ويكون هناك سقف لهذا الحوار بشكل عام هنحدده معا بالظبط، لكن احنا مش عايزين نقعد 6 شهور، احنا عايزين نقعد شهر شهرين 3 بالكتير بحيث الموضوع يكون منتهي. يعني ما وثمن طبعا ما ذكره الأستاذ محمد سلماوي فيما يتعلق بموضوع الخبراء، مهم جدا جدا جدا. وأنا قبل هذه الجلسة عندما كنا في الاستراحة
كان هناك حوار مع صديقين عزيزين موجودين على هذه المنضدة وقالوا لي انت خبير انتخابات شوف لنا حل الموضوع المحليات. لا احنا محتاجين إضافة إلى خبراء انتخابات ناس خبراء في المحليات يكونوا معانا نستضيفهم بحيث أو نعمل لجان منفصلة أو لجان فرعية بحيث مع خبير أو اثنين أو ثلاثة انتخابي في الشأن الانتخابي معروفين ويكون ليهم قدر معتبر من الكفاءة ومن القدرة بحيث يشوفونا حل الموضوع انتخابات المحليات دي تتم إزاي. طبعا في كل الموضوعات اللي زي دي حاجات مشابهة كتير في أمور كثيرة يعني في المحليات في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية في الموضوع كل ما هو متعلق بالقضايا تفصيلية وإجرائية ربما لا يكون هناك فيها تخصصات دقيقة قوي نحتاج خبراء من الخارج ده هذا أمر من خارج الحوار بالضبط من خارج مصر ولا لا 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 خبراء مصريين طبعا ومعتبرين ولهم قدر من الكفاءة والمشهود لهم طبعا. شكرا دكتور عمرو. قبل رفع هذه الجلسة أنوه لبعض الأمور الصغيرة. أولا هناك أربعة من زملائنا الأعزاء تغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب تتعلق بسفرهم أو عدم قدرتهم الصحية على الحضور وهم الأستاذ جمال الكشكي الدكتورة مايا مرسي الدكتور محمود عالم الدين والدكتور هاني سري الدين. هيلحقوا بينا إن شاء الله أثناء عملنا في الجلسات القادمة. الأمر الثاني أنه كل ما قيل في هذه الجلسة هو بالتأكيد مهم أنه يصل لرأي العام. الرأي العام وصل له كل ما ذكرته حضراتكم. هذا الاجتماع مذاع على الهواء بكل الوسائل والسبل المسموعة والمقروءة والمرئية ونقطة الإذاعة وإعلان إعلام الرأي العام بالجلسات الحوار مع عدم ودي حيحسمها مجلس الأمناء في جلسته اللي جاية في لائحته لأنه ده في مقترحات في ده. الأمر الأخير وهو أيضا متعلق بمن يحضر أو لا يحضر. كان هناك في البداية حديث عن جيف بيان الحركة المدنية يحدد تحديدا الإخوان ثم هناك حديث عن من مارسوا العنف أو شاركوا فيه أو حرضوا عليه ثم أضيف إليه الحديث عن من يرفض الدستور ولا وأنا لا أرى تعارض بين هذا وذاك. يمكن أن يكون كل هذه المعايير تطرح على مجلس الأمناء لكي تكون معايير استبعاد أنه العنف والإخوان ورفض الدستور تكون معا حزمة من المعايير تحدد من يدخل هذا الحوار. النقطة الأخيرة أنه هذا الحوار بلا سقف وأنا بقول ده على الهوى والجميع يرانا. السقف الوحيد هو الالتزامات اللي قلناها من شوية دستور هذا البلد وقوانينها المنظمة لحرية الرأي والتعبير والتي يعني تحظر وتمنع الإساءة إلى أي أحد أيا كان مستوى وأيا كان من هو موظف عام أو شخص طبيعي. دون ذلك هذا الحوار مفتوح. الخبراء يا دكتور عمرو هم في رأيي أصل هذا الحوار لأنه هذا الحوار سيخرج إما بتشريعات مقترحة أو إجراءات تنفيذية مقترحة وفي كل القضايا أيا كان أهمية القضايا بالنسبة لحضراتكم سواء كانت سياسية تحتاج خبير انتخابي زي حضرتك اقتصادية تحتاج أستاذ زي الدكتور جودة وآخرين ثقافية تحتاج أستاذ سلماوي وآخرين. بمعنى أنه هذا الحوار وأنا يعني تعبيري الشخصي عنه هو زي ما سيادة الرئيس طلب أولويات العمل الوطني الأولويات هي روشتات مكتوبة. التشخيص يمكن لأي مريض أن يشخص نفسه لكن لا يمكن لأي مريض أن يعالج نفسه. المريض حاس انه بيكح وعنده حرارة طب يعمل ايه؟ دي مهمة الحوار والخبراء جزء رئيسي في هذا ولكل من له رأي سواء سياسي او مجتمع مادي او نقابي ان يستعين بالخبراء لانه هم اللي هيقعدوا مع بعض ويحسموا الامور التي يجب ان تحسم فنيا. واعقد الامور بشكل واضح قبل بدء الحوار هو الملف الاقتصادي لانه هذا الملف الاقتصادي فيه من الاراء وفيه من المعطيات ازاي نوفق بين الاراء والمعطيات الواقعيه دي الاشكاليه الحقيقيه وزي ما علمونا في علم الاقتصاد هو علم الندره اداره الموارد النادره هو الاقتصاد السياسي هو اقتصاد سياسي وبالتالي كل اللي حضراتكم قلتوه لا اظن انني لم المح اختلافا كبيرا وان كان الاختلاف شيء لا يعيب لكن على الاقل الروح العامه هي في اتجاه التوافق وده شيء الحقيقه انا بشكر حضراتكم عليه وبستاذن الساده الاعلاميين هنرفع
الجلسة الآن ونعود للجلسة الأولى للحوار، وبنشكر حضراتكم 10 دقائق ونرجع للجلسة وإحنا في أماكننا.